أم محمد تقول: كيف نحصن أنفسنا وأولادنا من كل سوء ومن الشيطان، وأيضا ما كيفية تحصين المنزل من السحر وغيره؟ ذكر الله سبحانه وتعالى والورد صباحا ومساء بقراءة آية الكرسي وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر 3 مرات كل سورة، بعد المغرب 3 مرات كل سورة، وأما بعد الصلوات الباقية فيقرأ كل سورة مرة واحدة بعد قراءة آية الكرسي، ويأتي بالتعوذات: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، ويكرر هذا، وهذا وقاية بإذن الله من كل محذور. نعم.